اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين وحياكم الله في رساله الهيئه اليوميه. اليوم متواجدين معاكم في النادي الكويتي للالعاب الشتويه، تابعونا في هذه التغذيه. نظمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع فعاليات مسابقات التزلج لفئة العائلات ومسابقات لفئة ذوي الإعاقة، وكانت الفعاليات مقسمة على أربعة أقسام. القسم الأول مسابقات شباب من عمر 12 فما فوق، وخصصت لهم ثلاث مسابقات مختلفة. والقسم الثاني بنات من عمر 12 فما فوق، وخصصت لهم ثلاث مسابقات مختلفة. والقسم الثالث للعائلات من عمر 6 إلى 11 سنة بمجموع 6 مسابقات مختلفة. والقسم الأخير خصص لذوي الإعاقة باحتفالية خاصة ومسابقات ممتعة. واجتمعت الأسر والعائلات في صالة الألعاب الشتوية بمنطقة بيان للاستمتاع بفعاليات مهرجان صيفكم بارد المستمر طوال موسم الصيف. يعطيكم العافية، مسابقات جميلة، مسابقات عائلية، منافسة حلوة بين الأطفال وبين العوائل. باختصار أجواء عائلية جميلة جدا. أنا بارش في اللعبة من التسعينات تقريبا، بلشت من 96 وعليها لحد الحين. لا ما دشيت أي فريق إلا توني بلشت إني أدش مع الفريق سبيد السرعة، وان شاء الله بالمستقبل في شيء جديد ان شاء الله. والله الحضور جميل، وصار التزلج يعني من زمان، هذه نادي الالعاب الشتويه يعني من زمان مخصصين للعائلات، يعني اجواء عائليه للاطفال وللعوائل، شيء جميل جدا يعني. شاركت في مسابقه السرعه والتهديف وحصلت على المركز الرابع. هنا والله اشكرهم على هذه الفعاليات الحلوه صراحه، على مدار شهرين على ما اعتقد شيء جميل جدا، جوائزهم جميله، منافساتهم حلوه، شغلهم مرتب ومنظم على قولتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب فيكم اول شيء وعلى متابعتكم معانا وتلفزيون الكويت، اشكركم على جهودكم هذه اول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم عندنا الهيئه العامه للرياضه اقامت يوم مفتوح، يوم العائلي للتزلج في صاله بيان، كان مكونه من فئتين، فئه شباب وفئه بنات، الاعمار من 6 الى 11 سنه ومن 12 سنة فما فوق. كانت عندنا مسابقات شاركوا فيها شباب والبنات كبار وصغار والعوائل نفس الشيء، في 6 مسابقات وشاركوا منهم مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة، كلهم مجموعهم 12 مسابقة، والله الحمد مستمر فيها والكل مستمتع والكل مستانس فيها، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشوفكم بمواقف أحسن من كذي ونشوفكم مسابقات معانا أفضل من كذي إن شاء الله. عدد المشاركين اللي شاركوا معنا للحين 415 مشارك، اقبال تبارك الرحمن، اقبال وايد كبير قاعد نشوفه من سوال عوائل وكبار وصغار، اللي بدايتهم كانوا اول شيء العوائل كانوا جايين على اساس عيالهم يشاركون، فجاه انهم قاموا يشاركون مع عيالهم. تحرص الهيئه العامه للرياضه على الفعاليات نفس هذه، وخاصه في مهرجان صيفكم بارد للعوائل اللي دائما نسويه، ما شاء الله تخلي الكل يشارك، كل الالعاب مشاركين فيها، وعندنا الهيئه منظمه البطولات والمسابقات على مدى الصيف هذا، وخاصه ان شاء الله باذن الله تعالى الله يفرج ان شاء الله عن الوباء هذا، وراح تكون مسابقات اكثر واكثر ان شاء الله. الاحتياطات اللي ياخذونهم اللي هو الهوكي مع
الهلمنت الخوذة مع الكسارات للركبة وللكوع حق الكبار والصغار. الله يسلمك، مشكورين ويعطيكم العافية، ما قصرتوا. طبعا مشاركتي كانت وايد سلسه، ويعني كان الموضوع وايد يونس، بالذات انه يعني سواء خساره ولا ربح يعني الموضوع تسليه وحلو حق البنات والشباب حتى الاطفال، كان مستمتعين كلنا يعني الحمد لله. لا والله بس كنا اني يعني ايام الويكند نلعب يعني، وكانت اول مره امسك فيها مضرب الهوكي فكان وايد حلو. اي اليوم المسابقه حق العائلات والكل جاي يعني مع الاطفال والامهات والشباب طبعا مع اهاليهم يعني. يعطيكم العافيه الهيئه العامه للشباب والرياضه، استمتعنا صراحه كلنا وكانت يعني تجربه حلوه حق الاطفال والشباب، يعطيكم العافيه. السلام عليكم، معاكم المتحدث الرسمي لشغل الأوسط وشمال أفريقيا للأولمبياد الخاص الدولي مريم أحمد إذياب مع النادي طموح الكويتي ذوي إعاقات ذهنية على رسم أبل رحاب بورسلين. أنا موجودة حاليا في الألعاب الشتوية، أشكر هيئة الرياضة والشباب على هذا المكان الحلو، وفي بطولة حق العائلات وإحنا نشاركهم هنا أنا مع أخواني من ذوي إعاقة، نعطيهم الدعم والتشجيع لهم لأن يكونون أعطيهم الثقة أن ألعب معاهم، وأعطيهم الثقة لأن هم في يعني هو رياضات موحدة بين أخواني من ذوي إعاقة وأخوان الصحاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم عندنا اليوم العائلي منقسم لقسمين، عندنا الشباب وقسم للبنات، في عندنا قسم للأطفال أعمارهم طبعا الشباب والبنات من عمر 12 سنة فما فوق، عندنا الأطفال من 6 إلى 11 سنة، لهم الأطفال لهم 6 مسابقات تقريبا، وعندنا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لهم هم مسابقة، بعدين عندنا في عندنا بعد المسابقات هي كور تهديف، في تتابع، في القواري، في دولفين، في كرة السرعة، بعد عندنا إن شاء الله راح يكون عندنا في المسابقات القادمة عندنا الدراجات الهوائية، عندنا بادل التنس، عندنا كرة الطائرة الشاطئية، وعندنا القوارب اللاسلكية. في المسابقات اللي للحين ما خلصت، ما عندنا دورة تعليم السباحة، عندنا دورة ركوب الخيل، عندنا دورة تعليم الرماية. وصلنا معاكم أعزائي المشاهدين إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، نتمنى تكون حازت على رضاكم ونشوفكم في رسالة قادمة، ومع السلامة.